من غزة نقف على الأوضاع ميدانيا مع مراسل الحدث الزميل خضر الزعنون. خضر مرحبا بك، نبدأ بالتطورات الميدانية. خان يونس شرقة وغربة وكذلك دير البلح شهدت قصف متفاوت، تفضل خضر. نعم سعد الدين، يعني الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي لم يتوقف على مختلف المناطق هنا في قطاع غزة، حيث كانت يعني آخر الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزل مدينة خان يونس، وذلك بوسط المدينة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين والذين يعني تم تلبيتهم إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس. هذا أيضا يتزامن مع عملية قصف شهدتها مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عندما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلين على ترافق ذلك أيضا مع قصف المدفعية الإسرائيلية، وأدى ذلك أيضا إلى سقوط على الأقل 3 من الضحايا خلال القليلة الماضية، والذين تم نقلهم جميعا إلى مستشفى شهداء في مدينة دير البلح. أما في مدينة غزة وتحديدا في الزيتون وتل الهوى، مدفعية الجيش الإسرائيلي قبل دقائق قد عدت قذائف صوب هذين الحيين، وأدى ذلك أيضا إلى وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين. لكن في المناطق الشمالية من قطاع غزة وتحديدا في بيت لاهيا، الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت على الأقل منزلين وترافق ذلك وتزامن مع قصف بالمدفعية الإسرائيلية. كل ذلك يأتي في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون خاصة في المناطق الشمالية من القطاع، والتي يعني تشهد عملية شح في نقل المستهلكات من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية، والذين باتوا يتضخمون جوعا في ظل هذا الشهر الفضيل. نعم، يعني هنا أعود إلى مسألة القصف المتواصل في دير البلح وحتى في خان يونس وحي الزيتون، هل هو في إطار التغطية للعمليات البرية أم لا؟ هي أهداف مقصودة لعائلات أو من تشتبه إسرائيل أنهم مقاتلين في الفصائل، يعني كان القسام أو غيره. نعم سعد الدين، عمليا هذه الاستهدافات التي تتم خاصة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية بمجملها هي تستهدف يعني منازل مأهولة. إذا كان هناك استهداف لمنزل محدد فإن هذا الاستهداف يعني يتم يعني من خلاله يعني عملية تدمير لمنازل ملاصقة ومنازل مجاورة، ويكون هناك أعداد كبيرة من الضحايا وأيضا المصابين، إذ أن يعني قطاع غزة هو مكتظ بالسكان وغالبيته هي عبارة عن كتل إسمنتية ومنازل متلاصقة. عندما يتم استهداف أحد المنازل فينهار أو يتدمر يعني العديد من المنازل الملاصقة، لذلك يسقط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين في صفوف الفلسطينيين. كل ذلك أيضا يتزامن مع العمليات الواسعة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي خاصة في المناطق القريبة الحدودية، خاصة في مدينة خان يونس إلى الشرق من المدينة، وأيضا في منطقة دير البلح شرق المدينة، حيث أيضا يواجه الجيش الإسرائيلي أيضا اشتباكات ضارية المقاومة الفلسطينية خاصة من كتائب القسام وسرايا القدس، والذين يتصدون آليات الجيش الإسرائيلي وأيضا لجنود الجيش الإسرائيلي ويوقعون إصابات وقتلى الجيش الإسرائيلي وفقا لكتاب القسام وسرايا القدس. نعم، بالعودة إلى ما كنت قد أتيت إليه قبل أن نسأل عن ربما أسباب الاستهداف، وهو مسألة الوضع الإنساني. الآن حديث عن فتح المعابر خاصة معبر إريز، هل بدأت تتجلى أي مظاهر لإيجابية في توفر المساعدات بعد فتح هذه المعابر أم ليس بعد؟ نعم سعد الدين، هنا في المناطق الشمالية حتى لم نلمس يعني أي من الزيادة في عدد الشاحنات التي تأتي من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية، مع أن يعني المواطنين هنا في المناطق الشمالية لوادي غزة يتمنون وأيضا يطالبون بزيادة يعني عدد الشاحنات التي تدخل من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية، حتى يعني يتم إنقاذ حياة الفلسطينيين خاصة من الجوع، وخاصة المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وأيضا نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتمنون أن يكون هناك مزيد من الشاحنات، على الأقل أن يتم إدخال بشكل يومي 500 شاحنة للمناطق الشمالية من قطاع من شحن في المواد الغذائية خاصة في هذا الشهر الكريم. نعم، من غزة مراسل الحدث خضر الزعنون، أشكرك على كل هذه المعلومات والتفاصيل.